هذا الرجل وهذا الرجل، هل يمكن أن تصدقوا أنهما نفس الشخص؟ صورتان لما قبل وما بعد عملية تجميل قلبت مواقع التواصل لنتائجها المبهرة التي وصفت بالمعجزة. مركز تجميل في تركيا نشر هذه الصورة لرجل قال إنه سائح يدعى مايكل وعمره 70 عاما، قدم لإسطنبول لتغيير شامل في وجهه، حيث أجرى له المركز عمليات شد وجه ورقبة وتجميل الجفنين السفلي والعلوي وإزالة دهون الشدق وتجميل الأنف وزراعة الشعر ليكون النتيجة وكأنه أصغر ب30 عاما. وتشهد بعدها صفحة المركز التجميلي على مواقع التواصل تفاعلا غير مسبوق وتعليقات من الراغبين في حجز موعد لإجراء عمليات تجميل في نفس المركز. لكن بعد الضجة ظهر صاحب الصورة الذي بالمناسبة لا يدعى مايكل وهو تركي وليس سائحا، وكشف أنه أجرى قبل 4 سنوات عملية تجميل على أنفه فقط، وتفاجأ باستخدام المركز لصورته مع بعض التعديلات عليها وضعها مع صورة رجل آخر بهدف الترويج لإجراءات تجميلية لم يخضع لها قط. وفيما قرر صاحب الصورة مقاضاة مركز التجميل، حذف المركز الصورة المثيرة للجدل من حسابه دون التعليق على الضجة.